ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من مبنى مجلس النواب الصحفي حسن نبيل. حسن، أهلا بك. نتحدث هنا عن آخر التطورات بشأن التصويت على قانون الموازنة في جلسة اليوم. يعني على اعتبار كان هنالك تصويت لاغلب الفقرات، وخصوصا كان هنالك المختلف عليها خلال الجلسات الماضيه، هنالك حذف لثلاث مواد، منها الماده 38 والماده 42 و43. ايضا تم حذف هذين المواد او هؤلاء المواد ربما بسبب الملاكات او ربما السندات التابعه الحكوميه واصولها وبيعها وعرضها الى الاستثمار، وتم اضافه ايضا 12 ماده اضافيه بالاضافه للمواد الموجوده ضمن قانون الموازنه. هذه المواد التي تم اضافتها يعني ربما يطلق عليها تسمية المادة الجديدة، تخص على مجلس الوزراء، أيضا تشكيل هيئات مراقبة، توزيع الإيرادات الاتحادية المنصوص عليها ضمن المادة 106، وبالإضافة إلى الإعفاءات كامل الغرامات وأيضا التأخيرية 50% من الفوائد المتراكمة، وأيضا مواد أخرى من الممكن أن تلزم الحكومة، على سبيل المثال للمحافظين تعاقد مع المطورين بعد فرز الأراضي. يعني هنالك فقرات درجت لموضوع الأراضي وفقرات أخرى تخص مبدأ الصناعة وأيضا المنتجين للكثير من الصناعات العراقية. حسن، بالإضافة إلى ذلك يعني هنالك وفد، عفوا، أبرز الكتل المنسحبة هذا اليوم والنواب. الكتل المنسحبة اليوم هم كتلة النهج الوطني وأيضا دولة القانون، هم كان لديهم اعتراض حول بعض البنود وأيضا بعض المواد وفق قانون الموازنة، لكن بالتالي هذا الانسحاب لن يؤثر. كان هنالك أكثر من 200 نائب حضروا في جلسة التصويت لهذا اليوم. الآن نحن بانتظار استكمال التصويت خلال الساعات المقبلة على كل بنود الموازنة، ومن ثم يتجهون إلى التصويت النهائي بالأغلبية. الفقرة التي تخص موازنة إقليم كردستان هل مررت حسن؟ الفقرة التي تخص قانون إقليم كردستان وهي الفقرة أو المادة 11 والتي تخص الإيرادات النفطية وغير النفطية من قانون الإقليم، قد تم حسم الخلافات ما بين الكتل الشيعية والكتل الكردستانية داخل قبة البرلمان بحضور وفد برئاسة قوبر طلاباني داخل قبة البرلمان، وخلال الدقائق المقبلة سيكون وفد إقليم كردستان يخرج بمؤتمر صحفي من المركز الصحفي للدائرة الإعلامية في مجلس النواب ليطلع جميع المواطنين على المستجدات والأحداث التي حصلت ما بين الكتل الكردستانية والكتل الشيعية داخل قبة البرلمان، بالإضافة إلى حل بعض النقاط ما بين الكتل السنية التي اعترضت حول زيادة المخصصات للمناطق التي تعرضت إلى عمليات إرهابية، وأيضا موضوع المغيبين الذي بات هو شائك إلى الآن لدى الكتل السنية خصوصا في محافظة الأنبار ومحافظة صلاح الدين ومحافظة نينوى ونقاط أخرى ربما قد باتت هي لم تحسم إلى الآن والجدل لا زال قائم عليها، ومن الممكن أن يتم تعديلها خلال جلسات مقبلة. شكرا، نكتفي بهذا القدر. كنت معنا مباشرة عبر سكايب من مبنى مجلس النواب الصحفي حسن نبيل، شكرا لك على هذه التفصيلات.